الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، عليهم جميعا الصلاة والسلام إلى يوم الدين. وبعد، ورد إلينا سؤال يقول: ما حكم من غلبه القيء أثناء الصيام في نهار رمضان؟ فنقول وبالله التوفيق، إن من غلبه القيء لا يجب عليه القضاء، وصومه صحيح وليتم صومه طالما أنه لم يبتلع منه شيء ولم يستدعي القيء بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.